السلام عليكم، نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني حبايبي، الله يعزكم جميعا يا رب. اليوم موضوعي صار من باب الصدفة، يعني انا ما كنت حاطط بالي انه اساوي هاي الفكرة او هذا الموضوع، بس وقت شفت هذا الشيء خلاني ساوي هذا الموضوع او هاي الفكرة. بتمنى منكم اخواني حبايبي الكل يلي ما مشترك يشترك وحطوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس اذا شفتوا انتم ابن الشام بيستاهل. ما مخبي عليكم شيء، ان شاء الله على طول باذن واحد احد بنقدمكم المعلومات المفيده والمهمه لكم. اليوم موضوعي بيحكي عن فوائد الافوكاد وفوائد البندوره وفوائد بذور التفاح. تمام، بتفاجئ انا من احد الاخوه المتابعين بيتواصل معي على الماسنجر ببعث لي صور لطير مريض. تمام، هلا بغض النظر، شوفوا انتو كلامي، بغض النظر اذا كان عنده التهاب امعاء، عنده ميجا بكتيريا، عنده كوكسيديا او الى اخره، انا بيهمني شو قدم لطيره. هلا اي شخص كان عنده طير مريض بيهمني انت شوف قبل ما تتواصل مع ابن الشام او مع اي شخص كان، او تاخذ طيرك عند دكتور بيطري، شوف انت شو مقدم لطيرك من فواكه او من خضروات او من مناقيع او من خلطات. تمام، ركزوا معي وتابعوا الفيديو لحظه بلحظه وخطوه بخطوه لانه فيه فائده ان شاء الله لكم. المهم مثل الاخ، انا اللي اعطيكم مثال يعني. تمام، مثل الاخ اللي عم يتواصل معي عنده الطير مريض، عم يساله من باب الصدفه سبحان الله انه ما تقدم له انت اي نوع من الخضروات او الفواكه، وشو انت مقدم له. تمام، واللي بتواصل معي على الماسنجر بيعرف انا كيف اسال الاشخاص. فبتفاجئ بيقول لي انا مقدم له بندوره. تمام، البندوره ما تتقدم لطيور الزينه، مو بس طيور الكناري، لطيور الزينه. ليش؟ لانه في مواد سامه لطيور الزينه او طيور الكناري بشكل عام. طبعا اخواني حبايبي اللي بيعرف بيعرف وما بيعرف، ماده البندوره فيها ماده اسمها ماده التومالين. تمام، يعني سريعه الفساد، وهي الماده هي ماده سامه لطيور الزينه. هلا انا بعرف في كثير اشخاص على اليوتيوب او على الفيسبوك مثلا حاكين انه فوائد البندوره وطريقه تقديم البندوره، واخر شيء بيقول لك انا بالنسبه لي ما بقدمها لطيوري. طيب ليش عم تشرح انت على فوائد البندوره؟ بجوز يجي واحد مثلا من المبتدئين يقدم البندوره لطيوره. فاخواني نصيحه لوجه الله تعالى، انا مو جايني شيء، حبك تقدم يا اخي قدم، لا تقدم البندوره. هاي خلصنا من اول ماده سامه لطيور الزينه، ما عم انا للكناري، للحسون، للباجي، للفيشر، اي نوع من انواع طيور الزينه بحياتي انا ما قدمته. صار لي اكثر من 20 سنه بهي المصلحه، بحياتي ما قدمت بندوره، ولا شفت من العالم يلي وينك يلي معتقين مزبوط بهي المصلحه قدموا بندوره. بنيجي على الماده الثانيه، هي الافوكاد. عمي الافوكاد خلقت لحتى ياكل الانسان، عرفت علي كيف؟ واللي فهم علي فهم علي. الافوكاد ما بتتقدم لطيور الزينه عمي، كمان مثل البندوره فيها ماده سامه. هلا بالنسبه للبندوره انتوا لاحظوا، وبالنسبه للافوكاد ماده طريه وسريعه التعفين، يعني دغري بتعفين البندوره او الافوكاد. سبحان الله دغري بتصير الافوكاد بتصير سوداء، والبندوره دغري بتلاقيها سبحان الله صار فيها عفونه. بس تتركها انت هلا مثلا برات البراد، يعني مثل ما بيقولوا نص ساعه ساعه زمان، شوف شو بصير فيها. يعني قدم بيض مسلوق ولا تقدم بندوره او افوكاد. نصحك نصيحه لوجه الله تعالى، ما تقدم الافوكاد او الافوكادو، يعني نفس الشيء، ما حدا يقول لي والله اسمه افوكاد او افوكادو، لا حدا يقدمه، لانه صعب الطير يهضمه، صعب على امعاء الطير الصغيره تهضم هاي الماده الدهنيه. انت كبني ادم، في الناس العالم، في عالم ما بتحسن تاكلها، واذا اكلتها بقول لك مثلا والله معي قولون او بجعني بطني او الى اخره. فالبندوره والافوكاد. بنيجي هلا لبذور التفاح. طيب شو السبب نحن بنقدم التفاح بس ما بنقدم نحن بذور التفاح؟ سبحان الله، في التفاح فيها فائده للطيور، بس بذور التفاح
فيها مضر للطيور، فيها مادة سامة بقلب البذرة، سبحان الله فيها مادة سامة ما بيحسن يهضمها الطير بقلب معاقه، فبصير عنده مشاكل هضمية، ممكن يومين ثلاثة لا سمح الله إذا الطير ما لحقته ممكن يموت. وأنت تتفاجأ ما تعرف في عالم عمي بعرفها أنا ما بتشيل التفاحة، بتحفرها بتقدم حز التفاح مثل ما هو لطيره، وخاصة اللي عنده طيور زينة، خاصة اللي عنده طيور الباجي يعني بيقدم مثل ما هو. ممكن في عالم بتقدم التفاحة مثل ما هي، ترى انتبهوا، ثلاث مواد هدول مواد سامة وخطيرة لطيورة. هلا بننتقل للموضوع اللي أقل خطورة لطيور الزينة أو يلي مثلا بيسبب أمراض لهذا الطير بعيد من هون، ألا وهي لما أنت تقدم حز التفاح تمام، أو بتقدم مثلا قطعة الخيار أو قطعة الخس أو ربع بيضة أو أي نوع من أنواع الخضروات أو الفواكه أو أي نوع من الخلطات تمام، وبتخليه عند الطير أو من مناقيع، كمان مناقيع أربع شغلات: خضروات، فواكه، والخلطات، والمناقيع. لما تترك أنت هاي القطعة أو هذا المنقوع عند طيرك أنت أكثر من 24 ساعة، على الدنيا السلام، طيرك صار عنده التهابات، صار عنده عسر هضم، صار عنده مشاكل هضمية وممكن مشاكل تنفسية. هذا الحكي بحكيكم يا أنا هلأ بهاي المرحلة، موسم الراحة وموسم التجهيز. هلأ بالصيف عمي بيختلف الحكي، بالصيف ما فيك تترك أنت قطعة البيض أكثر من 6 ساعات أو الخسة أو التفاحة، دنيا شوب حما آتولي لح تنضرب دغري، أي نوع من الخضروات أو الفواكه بالصيف أكثر من 6 ساعات لا تقدمه، 6 ساعات بتكبها دغري. المنقوع 12 ساعة، هلأ بالشتاء 24 ساعة ما أنا مشكلة، بتحمل لأن الدنيا درجات الحرارة بتكون منخفضة يعني بتكون باردة. أخواني حبايبي، ليش لازم بعد 24 ساعة شيل المنقوع وحط منقوع جديد مثلا أو يلي كان لازم؟ وهم أنه بعد 24 ساعة أنا شيله، ليش؟ لأنه رح يتحول لمادة سامة، بدل ما أنت تفيد الطير لح تضره. خلينا نعطي مثال بسيط، مثل منقوع الثوم والليمون مع العسل تمام، إذا بتخليه أنت عند الطير أكثر من 24 ساعة تمام، في عالم بتقول لك أخي أنا مثلا مشغول عندي شغل مالي فاضي، مالك فاضي ما تحط منقوع، ممكن هذا الثوم يصير فيها إفرازات مع الليمون يصير عندك أنت مادة سامة، مادة قاتلة بقلب المشربية وأنت مالك عارفون، ترى انتبهوا. مشان هيك إحنا منقول مننوح على طول خلال 24 ساعة بالشتاء لازم نغير المشربية، وبالصيف يعني الماكسيموم 12 ساعة تمام. واللي بده يسألني شو حاطط، حاطط رنفول، رنفول معلم، منقوع لرنفول، وانا عامل فيديو عن منقوع لرنفول وشو فوائده بهذا الوقت، واذا بتحبوا ان شاء الله بنحكي عنه بفيديوهات قادمة، رح نحكي ان شاء الله عن بعض الامور او المناقيع المهمة. هذا الفيديو كان التوعية، بتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، بتمنى يكون ابن الشام عن حسن ظنكم، بتمنى التوفيق للجميع، كان معكم ابن الشام والسلام عليكم.